القضية الآن بتنفذ. فنحن برضو عايزين اللجنة في النهاية برضه حقيقة الأخوان بدأت في وزارة المالية يجيبوا لنا بعد التقرير شنو الأثر اللي ترتب من هذه الحزمة على الإيرادات بالضبط. هل تحققت الإيرادات اللي كانت مربوطة في ذكروها لنا طبعا لما يعدلوا سعر الصرف حيجوا كده وما عارف كل الأرقام دي احنا عايزين برضو يأكدوها لنا أن الأرقام دي تحققت. نحن الآن طمأنينة جدا من التقرير بتاعة الأخت وزيرة الرعاية الاجتماعية أنه الدعم الاجتماعي يا حسنات في نحن دي وجودنا الخير دروس الفقيرة ما عندها شيء. واحد دلوقتي كاتب انه ال 150 دي حتجيب شنو؟ ال 150 ما مرتب هي دعم يعني لو بيجوا لها اربع رغيفات في اليوم بيزول ما عنده حاجه انا افتكر برضه بتجيب شيء كثير يعني. ودي الناس ان شاء الله بدعواتهم الامور تمشي لقدام.